ونتوسع في الحديث أكثر الآن مع ضيفين ينضم إلينا الآن من القاهرة أستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال عبد الجواد، وأيضا ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الخرطوم الخبير العسكري والاستراتيجي محمد نعمة الله. أهلا بكم. دعني أبدأ معك سيد محمد. من الخرطوم، هناك تضارب كبير الآن في المعلومات حول سيطرة كل طرف على المراكز الاستراتيجية، يعني هناك أنباء تتحدث عن سيطرة طرف ليخرج الطرف الآخر وينفي هذه المعلومات. ما الذي يحدث الآن يعني بالمنظور العسكري في العاصمة الخرطوم؟ شكرا جزيلا والتحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهديكم ومستمعيكم. أنا أعتقد أنه الآن بعد الطلقة الأولى أصبحت هنالك حرب إعلامية، وأنا أفكر أنه يعني حرب الفيديوهات وحرب هذه غير مؤكدة، وهذه مسألة مطلوب منها رفع الروح المعنوية كل لكن الواقع على الأرض أنه هنالك قوات الدعم السريع تمردت على الجيش السوداني، وبالتالي الآن يتم يعني حسم هذا التمرد. تركز في مروي، وتركز في القيادة العامة، وتركز في المنطقة بتاعت وسط الخرطوم. كل ما يشار وكل ما 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 ما, ما هو حقيقة الآن أن القوات المسلحة تسيطر سيطرة تامة على هذه المواقع. صحيح في منطقة القيادة العامة هنالك يعني اشتباكات متكررة، باعتبار أنها يعني يدعون أنهم يعني مثلا ذهبوا إلى بيت الضيافة اللي هو انطلقت من الشرارة الأولى، وبيت الضيافة على مقربة أو على حيطة مع بيت قائد قوات الدعم السريع الاثنين في فهذه أفرض مش بيت الضيافة. ما هي القضية؟ القضية الآن قضية أنه هو تمردت وينبغي حسمها ويجري حسمها الآن. الحتة بتاعت الإذاعة والتلفزيون لأنه أساسا هم كانوا موجودين في هذه الحراسة، وبالتالي لما حصل التمرد قالوا سيطرنا. هم ما سيطروا، هم كانوا موجودون وتم إخراجهم عنوة من محيط الإذاعة والتلفزيون. أما في مروي فالآن أنا أفتكر عادت حلول للاشتباك مع القوات التي دحرتهم من منطقة مروي، وبالتالي الصحيح أن القوات المسلحة هي تسيطر. إذا المسألة محتاجة للواقع على الأرض. أي عمل، أنا أفتكر أكبر مشكلة في الأمن الوطني دائما هي مسألة وسائل التواصل الاجتماعي. أي زول من أي حتة ممكن يعمل له فيديو ويرسله، وهذه أنا أفتكر تشوش على الواقع. الواقع أنه هذه القوات سواء أنها يعني احتلت منطقة أو منطقتين حاجة طبيعية، ولكن الشاهد أنه القوات المسلحة الآن هي المسيطرة، وهي التي تدحر هذا التمرد وتضعه في نصابه، ووضعت يعني الحلول لكل الذين يريدون أن يسلموا أنفسهم لقيادة القوات المسلحة يتم احترام وتوفيق أوضاع وتجري الأمور كما هو بتبعية رأسا للقوات المسلحة دون شروط ويعني محددات. أنا أستغرب كيف أن قوة تدمج في مدى 10 سنوات. أنا أفتكر ده كلام يعني لا عسكري بيقبله ولا 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 عقل بيقبله. القضية الآن قضية تمرد. أي حديث عن كلام آخر وعن حوار ما وارد، لأنه القوات المسلحة حسب القوانين واللوائح العسكرية هي مسؤولة من حماية هذا الوطن من أي تشرذم ومن أي يعني اصطفاف حول يعني قضايا. طيب. يعني سياسية. سيد محمد، يعني أنت تطرقت إلى نقاط عدة، يعني دعنا نأخذها نقطة نقطة. دكتور جمال، سعود إليك بعد قليل، تفضل بقى معي فقط لنفهم الموضوع أكثر على الأرض، لربما هذا سيفتح لنا المجال أكثر للحديث عن الطابع حتى السياسي لحد كبير. سيد محمد، يعني تقول تحدثت عن موضوع المناوشات في منطقة القيادة العامة،
التي هي يعني بشكل بآخر متصلة بموضوع بيت الضيافة، يعني نتحدثنا عن الموقع، وصحيح إن كنت مخطئة أيضا، مطار الخرطوم إلى جانب كل هذه الرقعة. من يسيطر الآن على مطار الخرطوم؟ متى نتوقع عودة عمل هذا المطار؟ هذا من جهة، ودعني هنا أيضا أسألك عن موضوع مروي. هناك تركيز كبير على القاعدة العسكرية في مروي، لو تطلع المشاهد أهمية من يسيطر على هذه القاعدة. هذه القاعدة قاعدة جوية، أحدث قاعدة يعني أنشئت في السودان مع قيام مطار مروي، وهذه القاعدة تسمح، هي يعني مدرج المطار في مروي أعلى وأطول من المدرج بتاع الخرطوم، وهي قاعدة يعني جرت فيها تدريبات عسكرية بين القوات السعودية بين القوات المصرية. والآن يعني الزعم الذي وضعه السياسيين يعني أوعزوا الحميتي أن هذه القاعدة هي التي تحسم أي تحرك بالنسبة له، وهذه القاعدة يعني يسيطر عليها ويديرها المصريين، وحديث كثير جدا. هذا ما دفع يعني حميتي من خلال العملية السياسية التي يعني أنا أتحدث هنا من الجانب يعني أهمية هذه القاعدة سيد محمد، يعني هي تعتبر من أهم القواعد العسكرية. هذه أهمية استراتيجية، هذه القاعدة قاعدة استراتيجية للتدريب وللقتال ولكل عمل. ثم ثاني أنا أفتكر أنه أكبر يعني برج مراقبة فيه تقنيات عالية في 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 مطار مروي، وهذه قاعدة استراتيجية. طيب ماذا عن مطار الخرطوم سيد محمد؟ مطار الخرطوم هو الإشكالية أن مطار الخرطوم يعني محادد للقيادة العامة، وكان هنالك جزء من قوات الدعم السريع قبل أن يحصل هذا التمرد كانت تتمركز حول القيادة العامة وحول مطار الخرطوم باعتبارها قوات تابعة للقوات المسلحة وبتشكل حماية. وبالتالي عندما يعني انفجر هذا التمرد أصبحت هي قريبة من المحلات، يعني من قاعدة الخطوط، حتى دخلوا القاعدة ويمكن أصيبت أحد الطائرات اللي هي كانت طائرة سعودية، وده بحكم وجودهم في المنطقة، ولكن تصدت لهم القوات المسلحة بعد ذلك، وأوقف الآن العمل بتاع الرحلات فيه، حتى أنه الناس يعني تطمئن ل يعني هذه الجيوب. والقوات اللي تتحدث عن بيت الضيافة وعن هذه القوات موجودة في منزل قائد قوات الدعم السريع، والمنزلين يعني جنب بعض، فليس مستغربا، ودي حراسات، وليس مستغربا أن يكون هنالك تناوش بالأسلحة، تناوش لأن المسافة قريبة، يعني ما أكثر من 10 أو 15 متر بيناتهم يعني. وبالتالي وجود في هذه المنطقة هو وجود أصلا سابق لهذا التمرد، وطبيعي جدا أن يكون هنالك حراسات موجودة حول منزل قائد الدعم السريع، وبالتالي هذه السلاحات الحراسات ممكن تشكل يعني أي طلقة ممكن تشكل. المسألة الثانية يعني المنطقة الشرقية للمطار هي يعني فيها المطار العسكري أو المطار الحربي اللي هو من المطار الدولي وداخل القيادة العامة، يعني إذا هي منطقة كلها مع بعض، مداخلها مع بعض، ليس بينها حواجز، وبالتالي وارد هذا العراق. والعملية المطلوبة معنيا أنه يعني هم يتحدثون عن أنه والله الآن نحن داخل القيادة العامة، صحيح ضرب البرج بتاع القوات البرية وشب فيه حريق، ولكن تم إخماد هذا الحريق. الآن أؤكد لكم أن كل مقرات القيادة العامة مؤمنة تماما، معظم أو عدد كبير جدا من مقرات الدعم السريع تم استيلاءها. معسكر كرري، ده معسكر كبير جدا للدعم السريع، تم تدميره تماما. قيادة القوات الدعم السريع اللي هي قبالة
في هذه القوات المسلحة تم تدميرها تماما. معسكر الصالحة، كل المعسكرات الرئيسية لقوات الدعم السريع تم تدميرها وتحييدها. عدد كبير جدا من القوات استسلمت للقوات المسلحة بما فيها أول قوة موجودة في منطقة النيل الأبيض. طيب. القوة بلغ من أول يوم بأنه والله أنا قوات مسلحة ومحموسة وتم استيعابه وإضافته للقوات المسلحة. في غرب في كردفان تم استيلاء سبعة مناطق، في بورسودان تم استيلاء مواقعهم. وبالتالي أنا مفتكر أنه هي المسألة الآن ليست مسألة بتاعت أنه والله من الكاسب ومن الخاسر، المسألة مسألة السودان. إذا كان في قوة تدفع للقوات العسكرية تتمرد، من واجب القوات المسلحة حسم هذه القوة وبالتالي يتم. أما الأجندات الأخرى أنا ما دار أتحدث عنها، هي أجندات سياسية تم توظيف هذه القوات لتكون قوات رديفة ولتكون قوات بديلة للقوات المسلحة، وهذا ما لا يمكن طيب سيد محمد، أنت تأخذنا بمنحة آخر الآن في الحديث، سأعود إليك. سأعود إليك لنستكمل الحديث بكل تأكيد. هي مسألة الإصلاح الأمني والعسكري، وهذه الزريعة زرع فولكر والرباعية وغيرهم. وهذه الزريعة هي نتائج كانت تقسيم المقسم. يعني القوات المسلحة الدعم السريع بالقانون تبع القوات المسلحة سحبوه وودوه لمجلس الوزراء، أو عزوه لقائد الدعم السريع أنه هو سيكون الخليفة للوضع الحالي. أنا أستغرب كيف زول عسكري قائد ثاني لمجلس السيادة يقاتل في ماذا؟ طيب مع ذلك وصلنا يعني إلى هذا المشهد سيد محمد، سأعود إليك بعد قليل. سيد محمد لدينا ضيف آخر، تأخرنا على دكتور جمال. سأعود إليك سيد محمد، تأخرنا على دكتور جمال. دكتور جمال دعني أرحب بك مرة أخرى. بدأنا الحديث مع سيد محمد موضوع الحرب الإعلامية، هل ترى بأننا فعلا الآن بالإضافة إلى هذه الحرب العسكرية وكل هذه التطورات السياسية وحتى العسكرية بشكل كبير نشهد حرب إعلامية؟ وهل تعتقد بأنه كل طرف كان مستعد لهذه الحرب العالمية بشكل جيد؟ بالتأكيد هذا صراع وجودي بالنسبة للطرفين، لأنه هذا النوع من الصراعات محصلته هي صفر، مكسب أي طرف هي خسارة للطرف الآخر، والطرفين بيحشدوا بيستعدوا من فترة سابقة بما فيه باستخدام الأدوات الإعلامية. والأداة الإعلامية هنا مهمة أثناء المعركة، مهمة أنك تقوض معنويات الخصم، قوات الخصم، وتفككها وتضعف ثقتها في قيادتها وتعزز قوتك، وأيضا تخاطب المجال السياسي الأوسع سواء في داخل السودان أو خارجه في محاولة لكسب التأييد، لكسب التعاطف، لكسب الأنصار. لم تتحقق بعد نتائج في هذا المستوى السياسي الأخير، لكن ما زال الاستخدام الأهم للأداة الإعلامية في حتى هذه المرحلة هو لتعزيز المعنويات القوات، كل طرف لقواته، وإضعاف معنويات الطرف الآخر. كل الأخبار الصادرة مغزاها الواضح هو ده، وبالتالي هي أخبار تستهدف تحقيق أهداف أكتر أو فيما وراء المجرد الإخبار، وده سبب عدم ثقة الجميع المراقبين تقريبا في أي أخبار تصدر عن الأطراف ما لم يكن هناك تأكيد من مصدر مستقل على الأرض بشأن ما يحدث، وهذا قليل جدا ونادر جدا. وبالتالي نحن نعيش في حالة من حالات الضبابية الإخبارية والإعلامية بسبب التوظيف السياسي للإعلام حتى الآن في هذه المعركة. هذا صدام كان مقدر له أن يحدث، لم يكن من الممكن تجنبه. أي لحظة، أي موقف فيه ازدواج سلطة سياسية، وخاصة إذا كان ازدواج سلطة عسكرية،
هي وصفة للحرب، كان في محاولة لتأجيل ده أو حله بطريقة ما، لكن عندما وصلنا إلى لحظة الحقيقة في خطة لدمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني، تبين أنه ده أمر شديد الصعوبة وانفجر الموقف. لا قوات الدعم السريع مستعدة للتخلي عن هويتها ووجودها وتنظيمها وتسليحها المستقل، ولا الجيش السوداني مستعد يقدم تنازلات تسمح بمواصلة وجود هذه القوة الخارجة عن الإطار الطبيعي. فكان لازم الموقف ينفجر في الحقيقة، وهذا هو ما حدث. كيف ستتطور الأمور لا أحد يعرف، لا أحد يستطيع نتنبأ في الحقيقة، لكن أتصور أنه المحطة القادمة هي محطة المأساة الإنسانية اللي ستشهدها الخرطوم ومدن السودان بسبب نقص الخدمات ونقص الكهرباء والماء والغذاء، ونحن مقدمين على أعياد وكذا. أتصور أنه هو ده العامل اللي هيضغط على الأطراف وهيشكل ردود أفعال الأطراف المختلفة خلال الفترة المقبلة. فما لم يحسم أحد الطرفين هذا النزاع خلال فترة قصيرة، كيف أيام دكتور جمال اسمح لي هنا، يعني هل العامل الإنساني من سيحسم الموضوع عسكريا؟ وهنا نطرح تساؤل، كيف سيكون هذا الحسم العسكري؟ هل بالشكل التقليدي دكتور جمال، وهل من سيحسم الموضوع والمشهد عسكريا بالضرورة سيسيطر أيضا سياسيا؟ دعيني أقول يمكن تعبير الحسم العسكري يعني ربما متجاوز إلى حد كبير، لأنه ربما يخسر هذا الطرف أو ذاك معركة الخرطوم، لكن السودان أكبر من الخرطوم بكثير. صحيح هذا هو مقر السلطة، لكن خبرتنا مع السودان بتقول أنه هناك مساحات وفضاءات إضافية في السودان الواسع لمواصلة الحروب بطرق والصراعات المسلحة بطرق مختلفة. دعينا نتذكر أنه بالذات قوات الدعم السريع هي بالأساس قوات ميليشياوية تشكلت في سياق صراع أهلي في دارفور، ولديها بالأساس خبرة في الصراعات غير النظامية، ومن ثم حتى إذا تعرضت للهزيمة في الخرطوم أو أجبرت على الخروج منها، فعلى الأرجح أنها ستواصل الصراع في أماكن أخرى. لكن بالتأكيد تأمين الخرطوم أو توقف العنف أو تقليل حدته في الخرطوم، هذه إشارة إلى أنه في طرف ما، الطرف اللي فرض اللي نجح في فرض هذا الهدوء النسبي، له اليد العليا مرحليا حتى هذه اللحظة، لكن هذا لا يساوي إنهاء الصراع. الأرجح أنه هذا الصراع ممتد وله تداعيات كبيرة جدا، لأنه بعد الوصول إلى هذه اللحظة سيصعب العودة إلى النقطة صفر أو المربع رقم واحد مرة أخرى. سيد محمد دعني أنتقل لك الآن. إذن يبدو بأن العنوان الأبرز لهذه المرحلة هو يعني الأنباء المتضاربة حول من أي جهة تسيطر على أي مركز استراتيجي، كما تابعنا قبل قليل مع مراسلنا. هناك ما زال يعني التضارب في الأنباء، ولكن هو المؤكد هو استمرار الاشتباكات. هناك تحليق للطيران الحربي في مناطق عدة، خرطوم بحري ومدرمان. كنا نتحدث مع دكتور جمال عن موضوع الحسم العسكري، وهناك من يتحدث عن أن الموضوع تتجه إلى حسم عسكري، ولكن هل أساسا يعني هذا السؤال يجب أن نطرحه كذا اليوم في السودان؟ حسم عسكري بالمفهوم التقليدي سيد محمد؟ أختي الكريمة، كل ما قال ضيفكم الكريم ويعني برضو مراسلكم هو صحيح، لكن السؤال الجوهري بتاعك في الحسم العسكري. الآن القضية قضية تمرد. أي تمرد في العالم، أي عاقل بيعرف أن التمرد ده شأن داخلي ينبغي أن يحسم بأي صورة. صحيح عنده الجانب الإنساني الآن يعني خطير جدا زي ما قلت عويس، ولكن الحقيقة أنه المسألة حفاظ على أمن الوطن من فئة متمردة. هذه الفئة المتمردة ما هو هدفها؟ تتكلم هل الحسم
يعني يؤدي الى سيطره سياسيه. هي القضيه كلها قضيه سيطره سياسيه. الاطار زايد العمليه السياسيه كرست وضع في يد حفنه من السياسيين خلفهم فولكر وخلفهم الرباعيه، واوعزوا لقائد قوات الدعم السريع الذي لم يتحدث يوم من الايام بانه هو خارج القوات المسلحه في اي وقت. هو يقول نحن في القوات المسلحه، والحقيقه هو تابع للقوات المسلحه حسب القانون واللوائح. طيب سيد محمد، انت تاخذني يعني مره اخرى الى ما حدث. انا اتحدث عن المستقبل، يعني الحسم العسكري. انا اتحدث الان بدءا من هذه النقطه، مما يعني ابتدات هذه الاشتباكات، اطلقت هذه الشراره بعد هذه المرحلة الآن. يعني هل فعلا الآن الحسم العسكري هو الحل، خاصة بأنك تحدثت وقلت بأن القوات المسلحة تسيطر على مراكز مهمة وما إلى ذلك؟ يعني أفهم من قولك بأن الموضوع ستتجه للحسم قريبا. الحسم العسكري هو الحل، الحسم العسكري هو الحل، الحسم العسكري هو الحل. هذا تمرد، ليس هنالك مجال لوساطات أو حوارات دون الحسم العسكري. أما الحسم العسكري واسط القوات المسلحة لن يترك للقوات المسلحة مسألة تفوق سياسي. القوات المسلحة بعد ذلك تطرح لجميع الشعب السوداني دون أي فئة سيطرة المركزي، يعني كل ما يدور الآن بيد المركزي ويتحكمون على المجريات، وهم الذين أنشأوا هذه الورشة التي يعني كانت يعني تفكك القوات المسلحة وتفكك السودان، وبالتالي بالضرورة على من القوات المسلحة أن تنسحب من هذه الورشة البئيسة. وده كان المؤشر، القوات المسلحة بدراسات علمية، وأنا راجل أستاذ استراتيجية، أوضحت كيف يتم علاج هذه المسألة. والعملية السياسية رفعت توصيات من قبل أن ترفع ورقة القوات المسلحة، وحددت أن الدعم السريع يتبع لمجلس الوزراء، يعني قسمت المقسم. هذه العملية السياسية كل ما يدور الآن هو يعني تفكيك لهذه العملية، ولا مكان لهذه العملية. وأنا أفتكر الطلقة الأولى التي شرارتها انطلقت بسبب هذا النزاع دمرت الإطار ودمرت العملية السياسية. طيب في هذا الإطار علي أن أطرح عليك هذا التساؤل قبل أن أذهب إلى دكتور جمال. سيد محمد، كانت هناك تصريحات على لسان المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع، قال بأن هناك جهات من النظام السابق اختطفت الجيش السوداني. أود أن أستمع على تعليقك. أختي الكريمة، كل من يتحدث من السياسيين، تابعت أنا من القنوات المحلية والقنوات العالمية، يقول لك والله النظام السابق. يا أخي هذه سوريا، النظام السابق ده مشى. ثم تعال نسأل سؤال، النظام السابق ده لو ذهب حيذهب أدراج الرياح ولا حيكون فاعل؟ ماذا فعلتم؟ ماذا يا أخي؟ الشرارة الآن هي بيقولوا لك النظام السابق حمايتي ذات الشيء. من هو حمايتي؟ هو صنيعة النظام السابق. انت بتتكلم عن الصراع النظام السابق، تتكلم عن حميدتي. لماذا حميدتي قام بقانون؟ طيب الهيئة العمليات قامت بقانون، الدفاع الشعبي قام بقانون، قوات الدفاع الشعبي قامت بقانون، الخدمة الوطنية قامت. تم إلغاء كل هذه القوانين وتبقت بس لماذا تبقى بس قوات الدعم السريع؟ يا أخي هذه سرية العاجز، هذه فرة العاجز. والواقع بيقول لك انه يعني انت يعني النظام السابق ده انت محلاته، انت محلات النظام السابق. كيف لو وجود، اذا كان النظام السابق يستطيع يعني السيطرة على الموقف، فهذه هي الديمقراطية التي لا ترغبون الانتخابات. طيب براهم قالوا نحن ما نمشي في الانتخابات لان نحن النظام السابق. طيب تفضل بقى معي سيد محمد، تفضل بقى معي. دعني سريع عليك الله، راقبي كل تصريحاتهم. طيب الفلول الفلول الفلول. طيب اذا كان الفلول موجودين فليكونوا موجودين.
فليكون موجود. طيب طيب سيد محمد، دعني اخذ ايضا راي دكتور جمال. دكتور جمال، ما رايك فيما يتحدث عنه سيد محمد؟ يعني وانه يقول بانه وكان فلول النظام السابق هذا نظام انحل يعني بلا عوده بشكل نهائي، وما زالت هناك بعض الاطراف حتى اليوم تلوم وتوجه اصابع الاتهام الى الاطراف المدنيه بان كان لها ايضا يعني دور في اشعال هذه الفتنه بين الطرفين العسكريين. ما رايك دكتور جمال؟ النظام السابق انتهى، لكن قوة من النظام السابق ما زالت موجودة وما زالت لها وجود مؤثر جدا في مفاصل مهمة في الدولة السودانية وفي الاقتصاد السوداني. صحيح لم يعد هناك عمر البشير ولم يعد هناك حزب المؤتمر الوطني، ولكن هذه القوة لم يتم القضاء عليها ولن يتم القضاء عليها. هذه قوة اجتماعية وقوة لها ايديولوجيا ولها أفكارها. وربما مأزق العملية السياسية في السودان هو أنها حتى الآن ليست عملية شاملة، ليست عملية مصالحة وطنية حقيقية لبناء نظام سياسي تمثيلي يمثل الكل يضم الكل، ومن ثم في شعور بالاستبعاد وفي مقاومة لإنجاح أي حل سياسي. وسنظل في هذه المساحة في الحقيقة طالما الأفكار الاستبعادية ما زالت موجودة. جرائم ارتكبت في ظل النظام السابق بالتأكيد تتعلق بالفساد، تتعلق باستبعاد القوى السياسية الأخرى، كل ده حقيقي. لكن إذا كنا بنتطلع للمستقبل الأمر يحتاج نظرة مختلفة. لا أحد في هذه المساحة يستطيع أن يدعي البراءة في الحقيقة. الكل مجرم أو كل مخطئ ومدان، وما ما يحدث الآن هو نتيجة للنظرة القصيرة اللي بتنظر من زاوية ضيقة للمصالح الخاصة أو لتصور مستقبل للسودان اللي تستبعد منه قوة. فالصراع صحيح هو صراع ما بين قوة عسكرية، لكن بالتأكيد له خلفيات سياسية. لكن مرة أخرى الادعاءات السياسية من جانب الأطراف المسلحة الآن هي كلها ادعاءات، يعني لا تمثل الحقيقة. كلا الطرفين لهما مولودين وذوي صلة من رحم النظام السابق. الدعم السريع هو ابن النظام السابق. الجيش بالتأكيد له صلات وثيقة بالنظام السابق يحاول فصمها والتحلل منها. فلا أحد فيهم يستطيع أن يدعي الوقوف على أرض أخلاقية أفضل أو أعلى بأنه ضد النظام السابق. الجميع في الحقيقة النظام السابق هو خلق السودان الحالي بأنه حكمه لفترة طويلة، ولأنه تغلغل في مجتمعه وفي مؤسساته وفي دولته. وما زال السودان يعيش في إرث هذا النظام السابق بقواته المسلحة بقواه السياسية. احنا وصلنا لهذه اللحظة لأنه كان في نظرة تتصور أنك يمكنك أن تطيح بالنظام السابق ببضعة أيام تقضيها القوى الثورية في الشارع. الحقيقة أثبتت أن الأمر أعقد من ذلك بكثير، وأنه السودان يحتاج إلى نظرة أكثر عمقا من النظرة البسيطة لقوة نواياها ربما تكون طيبة جدا، لكن الوضع المعقد يحتاج إلى ما هو أكثر من النوايا الطيبة. نعم دكتور جمال تفضل بقى معي، وأيضا سيد محمد سنعود لاستكمال الحديث بعد قليل، ولكن دعونا الآن نستعرض دعوة قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دجلو. دعا المجتمع الدولي للتحرك فورا ضد ما قال إنها جرائم رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، وأصفا إياه بالمتطرف الذي يقصف المدنيين من الجو. وأضاف دجلو في بيان نشر على تويتر باللغة الإنجليزية إن قواتي تحارب من وصفهم بالمتطرفين الذين يأملون في إبقاء السودان معزولا وبعيدا عن الديمقراطية، مؤكدا الاستمرار في ملاحقة عبد الفتاح البرهان وتقديمه للعدالة. جدد دجلو التأكيد أن قوات الدعم السريع لم تهاجم أحدا بل ردت على الحصار والاعتداء عليها، وشدد أيضا على أن قوات الدعم السريع ستفعل كل ما بوسعها لحماية الديمقراطية
ودعم حكم القانون في السودان وتحقيق السلام والاستقرار. نعود لاستكمال الحديث مع ضيفي. دكتور جمال، دعني أعود إليك مرة أخرى، ودنا نستمع إلى تعليقك على هذا البيان والذي جاء باللغة الإنجليزية وعلى تويتر. لمن موجه هذا البيان تحديدا هنا برأيك دكتور جمال؟ وهل هذا مؤشر ورهان على أي تدخل خارجي اليوم؟ أعتقد هو كذلك بالفعل، هو محاولة لتعبئة القوى الدولية ضد طرف، ضد الجيش السوداني، ضد رئيس قائد الجيش السوداني، ضد البرهان. هل هذا نوع من أنواع الاستغاثة من جانب طرف يعاني في المعارك الراهنة؟ ربما يمكن تفسير ذلك، هذا البيان بهذا الشكل، أو هو تحرك سياسي لكسب أرض، يدعي الديمقراطية ويصم القائد الجيش السوداني بالتطرف بحكم أنه مرتبط بقوى إسلامية أو كذا. لكن الحقيقة الأمر أنه قوات الدعم السريع وقائدها ليس لهم مصداقية عندما يتحدث لا عن الديمقراطية ولا عن معاداة التطرف ولا عن النوازع الإنسانية. نحن الجميع يعلم تاريخ الجميع، ما فيش أسرار في هذا الأمر، ومن ثم هو توظيف سياسي لكنه لا يعكس أي انحيازات طويلة المدى ولا يعكس انحيازات ايديولوجية من أي نوع. هذا صراع سلطة خالي من أي مكونات مبدئية من أي نوع، لا يحق لأحد أن يدعي النبل في هذا النزاع، ولا وأي حد سيصدق ادعاءات أيا من الطرفين في هذا الأمر بالتأكيد هو لدي قدر من الكبير من السذاجة السياسية. هذا صراع على السلطة مجرد بشكل كامل وقبيح للأسف الشديد. دعنا ننتقل الآن إلى السيد محمد. سيد محمد، يعني كيف يجب يعني النظر إلى هذا البيان، وهل هو فعلا يعني بشكل آخر رهان واضح على تدخل خارجي لإيجاد مخرج للأزمة اليوم في السودان؟ أولا نقطة كريم، أشكرك شكرا جزيلا، وأشكر دكتور جمال في تقديمات الاثنين، وفي النهاية بتحدث عن توظيف طبيعي. يا أخي هذا البلاد يتكلم عن أنه يعني هو يجب أن المجتمع الدولي يحاكم المجرم يعني البرهان، ولا ينسى أنه هو والبرهان كانوا أداة السلطة بتاعت الإنقاذ في كل جرائم دارفور. كل جرائم دارفور مشتركين فيها هو البرهان. هو البرهان كانوا موجودين في السعودية مع بعض، وهو من يعني فض اعتصام القيادة هو شقيقه، وهو من اعترف بأنه والله 25 أكتوبر انقلاب وأنا آسف. بالبساطة دي أنت آسف، دمرت الشعب السوداني ودمرت يا أخي. هذا هروب وهذا استعطاف للفولكر الذي دفع به، وفولكر الذي مشى اجتمع معه لما كان هو موجود في دالفور، مشى له فولكر وهذه الخطط ينفذها الفولكر. لن ينفعه الفولكر ولن تنفعه الرباعية. دعني أصيغ السؤال بطريقة أخرى سيد محمد، هل هذا يعني بأنه يجب أن يكون هناك تدخل من أطراف خارجية لإيجاد مخرج لدفع الأطراف إلى التفاوض؟ هل الرهان على الخارج اليوم يعني ألا توجد؟ ليس هنالك أي تفاوض ولا حوار، لا من الخارج لا من الداخل. هذه قضية عسكرية بحتة تحسم بالقوة العسكرية، ولا حتى الأحزاب التي كانت تشارك يعني حمايته ودفعته لهذا. أين هذه الأحزاب؟ أين هذه الأحزاب؟ أين ياسر عرمان؟
أين من سوق له أختي الكريمة هذا أمن وطني؟ مسؤولية القوات المسلحة تأمين وحماية الدولة من أي متمرد ومن أي غازي ومن أي طامع في خيرات السودان. هذه القضية حسمها عسكريا فقط ما دامت تمرد. فليبقي حزبتي وليعمل بالإنجليزي، ما أعرفه بالإنجليزي شيء. ما أعرفه بالإنجليزي شيء. يا أخي يا أخي أنا بفتكر أنه يعني هذا بكاء وهذا استعطاف للمجتمع الدولي، والمجتمع الدولي لن عمره ما وقفوا مع دولة، والمجتمع الدولي عمره ما أصلح دولة، والمجتمع الدولي دمر لنا العراق ودمر لنا اليمن السعيد ودمر لنا سوريا وأن يدمر ليبيا. وصلت الفكرة يا أخي. ده هراء. القضية قضية بذات أمن وطني لا يتدخل فيها أي أحد. ليس هنالك تفاوض وليس هنالك حوار في هذه العملية العسكرية إلى أن تسحق تحسم تماما. شكرا لك على المشاركة معنا سيد محمد نعمة الله الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم. والشكر موصول أيضا لضيفنا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال عبد الجواد، شكرا جزيلا لكما.